هروح مع حضراتكم لموضوع تاني، ويمكن الحقيقة يعني السينمات عليها إقبال شديد في أفلام كتيرة وموسم سينمائي ناجح، رغم إن إحنا كنا يمكن حتى الناس لسه ما خلصتش امتحانات نص السنة، وكان في إقبال على السينمات، وعلشان تحجز تذكرة وتدخل سينما لفيلم من الأفلام اللي موجودة كان الموضوع محتاج شوية تدوير علشان تلاقي كرسي فاضي في السينما، وده نجاح كبير الحقيقة مش دايما بنشوفه في دور العرض، وعلى إنه المعروض مختلف، يعني مجموعة الأفلام اللي معروضة يعني يمكن أفلام مختلفة، وأعتقد إنه الإقبال هنا لأنه الناس كانت زهقت من شكل معين. شفنا كذا فيلم الحقيقة كلهم بيتناولوا قضايا مختلفة وبيتناولوا حتى أشكالهم مختلفة، الممثلين حتى اللي في الأفلام. ويمكن هنا أنا عايز أتكلم عن الفيلم اللي إحنا بنتكلم عليه دلوقتي، هو فيلم مقسوم، ودي بطولة نسائية للثلاثي الفنانة ليلى علوي والفنانة شيرين رضا والفنانة سما إبراهيم، والحقيقة إنه ده توليفة إحنا ما شفناهمش مع بعض قبل كده، وقبل ما تدخل الفيلم ما تتخيلش إن أنت هتشوفهم بهذا الاندماج. الفيلم طبعا تأليف أستاذ هيثم دبور وإخراج الأستاذة كوثر يونس. الحقيقة إنه الفيلم بيتكلم عن الصداقة والعلاقات الإنسانية اللي يمكن بقت معقدة شوية في زماننا ده، والصحاب اللي بيتقابلوا بعد 30 سنة كل واحدة فيهم بتشوف بقى قصتها وراحت فين وجت منين. دلوقتي معانا على التليفون أستاذة كوثر يونس مخرجة فيلم مقسوم. مساء الخير على حضرتك، ببارك لك وببارك لكل فريق العمل على هذا النجاح. نور، ميرسي جدا ليكي. شكرا. عودة الأفلام اللي هي بطولة نسائية دي يمكن ما بنشوفهاش كتير، عايز أعرف من حضرتك كواليس العمل مع النجمات دول وإزاي كانت الدنيا أثناء التصوير؟ والله هو لازم بس أبدأ أشكرك على الكلام الجميل اللي بتقوليه، وأحب برضو أشكر النجمات دول إن جاتلي فرصة إني أشتغل معاهم. ده أول فيلم ليا طويل، روائي طويل، والكواليس كانت كلها تحدي وطاقة وعارفة روح كده عاوزين نطلع حاجة من اللي احنا بنعمله ده. فكل كاركتر منهم انا كنت بشوف انه بيديني حاجة غير التاني، وطريقتي معاه كانت مختلفة غير التاني، لان كل حد بحاول اخد من عنده حاجة وادفرها في الشخصية عندي. فكانت طول الوقت كده في يعني مثلا المذاكرة مع أستاذة ليلى علوي بشكل، ومع أستاذة سما بشكل، ومع أستاذة شيرين بشكل، كل واحد له طريقته اللي دايما كنت بحاول أخش أنكش جواها يعني. طيب يعني كان في مشاهد كتير بتخليكي تضحكي وتعيطي، يعني انت متأثرة بالشخصيات ورايحة معاهم في الفلاش باك، ويمكن الناس كانت عمالة تقول عايزين مشاهد فلاش باك أكتر من كده شوية في الفيلم. يعني ما طبعا بحب رأي الناس جدا ايا كان هو بوزيتيف او نيجاتيف، لكن انا المشاهد بالذات اللي فيها المشاعر بتاعه الضحك او العياط دي كانت اكتر مشاهد بتحمسني وانا بشتغل عليها، لان بحس ان من اصعب الحاجات ان المخرج المشاعر الانسانيه يكابتشر لحظه فعلا انسانيه مع الممثل. فدي كانت اكتر مشاهد كنت بحب اخد فيها وقت وتفكير ومجهود ومشاعر بتطلع مني ومنهم عشان نوصل للحظه دي. طب الى اي مدى انت شايفه انه السينما النسائيه او سينما المراه والقضايا اللي بتتعلق بالمراه واخده حقها الايام دي؟ مش بشوف قوي انها واخده حقها الايام دي ولا ايام غيرها. دايما يعني البطولة النسائية مش حاجة مشجعة قوي مش حاجة يعني مطلوبة قوي في السينما المصرية. تفتكري ليه مع انه احنا العنصر الاساسي في المجتمع اعتقد المرأة بقضاياها بمشاكلها، يعني اعتقد ان ده لازم يبان على شاشات السينما. اكيد عشان احنا مجتمع اصله ذكوري، وحتى الستات دي بتضطر تتصرف بشكل ذكوري عشان تسرفايف، فدي حاجة يعني بطبيعة الحال. بينما بره مثلا السينما اللي فيها ستات هي سينما مطلوبة جدا، أفلام كتيرة نجحت اتعملت ستات بس. مواصفاتها ايه سينما المرأة الناجحة من وجهة نظرك؟ ما يتهقليش ان في يعني خلطة معينة لسينما المرأة الناجحة. انا بشوف ان الفيلم حلو لو اللي دخل انبسط وخرج، يعني دخل حس بحاجة وخرج. هو ده المطلوب، لان السينما في الاخر هي بدات كوسيله ترفيه، فلو المتلقي ده دخل حس بحاجه وخرج ده يكفي.
لكن فكرة الإقبال على شكل الأفلام ومين الناس اللي بتروح السينما ومين الناس اللي بتشوف الأفلام في البيت وكل الحاجات دي حسابات كتيرة أعتقد يسأل فيها المنتجين والموزعين لهذا العمل. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة كوثر يونس، مخرجة فيلم مقسوم، ببارك لك مرة تانية على الفيلم وتأثيره النفسي لذيذ جدا على أي حد بيدخله وبيخرج منه بابتسامة كبيرة ومحمل بمجموعة من المشاعر الإنسانية اللطيفة جدا.